القضية الفلسطينية في صدارة اولويات الدبلوماسية المصرية امس واليوم وغدا، هكذا هو دور مصر التاريخي تجاه اشقائها العرب ولفلسطين خصوصا، ومن هنا تاتي القمم المصرية الفلسطينية المتواصلة وفي اطارها الثلاثي بحضور الاردن الشقيق كاحد الاركان الراسخة دعما ومساندة للقضية الفلسطينية في مواجهة مختلف الظروف والتحديات، وتحرص قيادات الدول الثلاث مصر والاردن وفلسطين على توثيق العلاقات الاستراتيجيه فيما بينها انطلاقا من رغبه حقيقيه في تكثيف مستوى التنسيق لتوحيد الجهود ازاء المستجدات والتحديات التي تواجه القضيه الفلسطينيه. من هنا تاتي القمم رفيعه المستوى للرئيس السيسي وكل من الملك الاردن والرئيس الفلسطيني كتجسيد للتشاور والتعاون الدائم والمستمر تجاه القضايا المتعدده على المستويات العربيه والاقليميه والدوليه، وتنسيق المواقف لتوحيد الرؤى بين القاده الثلاثه للتعامل مع التحركات السياسيه والاقليميه والدوليه، من اجل انهاء الاحتلال الاسرائيلي للاراضي الفلسطينيه والعربيه المحتله منذ عام 1967. وبما يعمل على مواجهه التحديات الماثله امام جهود نيل الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابله للتصرف وانجاز حق تقرير مصيره واقامه دولته المستقله ذات السياده الوطنيه الكامله على جميع اراضي دوله فلسطين التي احتلت عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقيه، دور مصر لا يوازيه دور سواء في النطاق العربي او حتى الاقليمي والدولي لدعم ومواجهه مساندة القضية الفلسطينية، وهو الدور الذي لا تنتظر عليه القاهرة شكرا باعتبارها شقيقة العرب الكبرى صاحبة المساعي المقدرة والمواقف التاريخية، وما تتميز به دبلوماسيتها من ثبات واستمرارية بهدف التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية أمام كافة المحافل وخلال مختلف اللقاءات، وهو دور يكمله الأردن الشقيق بأبعاده الدينية والروحية بفضل الوصاية الهاشمية على الم المقدسات الإسلامية في الأراضي المحتلة ومدينة القدس ودائما ما تبحث القمم المصرية الأردنية الفلسطينية بل ورط التصورات الكفيلة بتفعيل الجهود الرامية لاستئناف المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي والعمل مع الشركاء لإحياء عملية السلام وفقا للمرجعيات المعتمدة وتأتي اللقاءات الثلاثية ضمن مسعى فلسطيني وإقليمي ودولي لإطلاق عملية تفاوضية جادة وبناءة تستهدف التوصل. لتسوية شاملة وعادلة على أساس حل الدولتين، كما تأتي لحشد المواقف الدولية والإقليمية للتصدي للإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية وغير القانونية في القدس وغزة وباقي الأراضي الفلسطينية باعتبارها ممارسات تقوض حل الدولتين وفرص التوصل لسلام عادل وشامل ودائم في المنطقة